وجبنا 3 بوان ان شاء الله باذن الله نزيدو نخدمو وننساو هذه المباراه ونوجدو الماتش الجاي ان شاء الله باش نكونوا عرفتوا كيفاش تسيروا المباراه وكما قلنا استغليتوا النرفزه تاع المنافس اليوم كيفاش سي فري سي فري المنافس اليوم كان صعب كيف لي جوار تاعنا هذا لا بريبار لي جان وين يبرو كل ماتش شغل يبينو القدرات تاعهم باش يبانو الاخر ما عندهم عندهم لي جوار الله يبارك صغار وعندهم لي كاليتي ان شاء الله المباراه القادمه ان شاء الله يعاودوا هذه الخساره تاع اليوم بالنسبه للفوز تاعكم اليوم راح يخرجكم من فقره النتائج ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا كنا قايلين باش تحققوا البقاء العام ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باسكو احنا كنا صح محتاجين هذا لي 3 بوين باش نخرجوا من هذيك الدوامه اللي كنا فيها باسكو ما كنا شغل الحظ تقدر تقول الحظ نلعبوا مليح ودقيقه تاليه شغل فوت ولا كان يمركيو لنا ان شاء الله ان شاء الله نزيدوا ننساو هذا تاع السيتو هذه المباراه ننساوها ونقدموا الماتش الجاي ان شاء الله باش نجيبوا 3 بوين واحد اخرى اللي نزيدوا نخرجوا صح من هذه الدوامه اللي كنا فيها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه اللي ما عطيناها لنا الاداره تاعنا حنا شفنا اليوم أقل هذا شوف أنا عارف كيف أشوف أقل من دوما كذا أنا عارف كيف المرتبة هذا كل قديم من سكر هذا أي جابة إلى الهموم هذه البداية الحمد لله الحمد لله هذا الفوز اللي لحقت مع أقل من هذا كبير من سكر وجود لعبين جابة خلينا هذا الجانب يجينا مبروك علينا هربك اللي فارق بالحفظ اللي نسميه ولكن الضرب اليوم ما راهوش هاك ما نخيروش قلت له طبعا واحده اخرى ولكن هذا الفارق فارق القلب وكان ما قدرتش نعمل وانا ما نشرحش لكن شيخ حسين قال لي كاين سيتان بلوكاج في الفريق هذا اللي يسير دي زوكازيون ولكن في الاخير ما يسجلش دونك بيان سور هادي سبار بلوكاج دونك انا با مال دوكازيون في دي ماتش اللي كنا قادرين ندو لي 3 بوان ولكن فينالمون لو ريزولتا ما راهوش كيما رانا نستناو فيه دونك واش نقول لك مازال العمل وتعب لك